بحكم طبيعة عملي أنا كمصرفي، فأنا دائماً أسافر لحضور الاجتماعات في دول الخليج. مواعيد السفر وإمكانيات العودة في نفس اليوم من أهم أسباب اختياري لشركة طيران، لأني ما بحاتي الإقامة ومصاريفها، والأهم ما بنقطع عن حياتي اليومية في البحرين. طيران الخليج تخليني أجمع بين العمل وحياتي الشخصية. طيران الخليج نابع من القلب.